بعيد. شوف يعني انت تتكلم على الموسم هذا طبعا كثير المشاكل نقدر نعددها. تتكلم عن تاريخ الاهلي، هذا هو الاهلي حقيقه، تباين المستوى في الاهلي. الاهلي من 30 سنه متباين المستوى، عشان كذا ما حقق الدوري الا 2016. كل البطولات اللي قاعد يحققها يعني طوله مثلا 30 عام الماضيه كلها بطولات نفس قصير. الاهلي ما يقدر يكمل لاخر المشوار، السر ما اعرف وشو هذا بتاريخ الاهلي. كانت 2016 بس حاله استثنائيه. اليوم مش مشكله. التباين المستوى هذا ما اعرف، كان الاهلي يسقط حتى قبل 7 الاجانب يسقط امام الفرق الصغيره. يوم تشوف الاهلي فريق عظيم، يوم تشوفه يسقط امام فريق يمكن على وشك الهبوط. هذا سره صراحه حقيقه ما يحضرني ولا اعرفه. ممكن الاهلاويين يعرفونه ما ادري وش. انت تحس انه الان الاهلي في حاله سلبيه ولا لا مبالغ فيه؟ لا الاهلي فيه مصيبه، يعني مو حاله سلبيه. مصيبه جدا. مصيبه اذا المشرف العام ينتظر اسقاط الاداره والاداره تنتظر اسقاط المشرف. مصيبه فريق كره القدم الاهلاوي. انا الان بسال بس ما والله انا في عندي تساؤلات يعني بسيطه، يعني يمكن كل حال مشجع بسيط ما اعرف حتى التفاصيل الامور. يعني اللاعب الالماني امس اللي جابوه تاخذوه مع صانع الالعاب، من اللي اختاره؟ يعني الرئيس اللي وافق عليه ولا المشرف اللي وافق عليه؟ من اللي قاعد يوقع؟ ما ادري انا حتى يعني بامانه تفاصيل القانونيه والصلاحيات ما اعرفها مثلا بينهم. اي اقصد اوكي طرفين موجودين في النادي. اي طرفين موجودين في النادي، لكن كل واحد يريد اسقاط الاخر، كل واحد يريد رحيل الاخر. الامير منصور مشعل يريد رحيل الاداره، والاداره تريد رحيل الامير منصور مشعل. والاهلاويين ينتظرون، هذه مصيبه كبيره في الفريق. كيف تبغى اللاعبين حقيقه؟ انا استغرب بامانه يعني الحديث عن الاستاذ طارق كيال. طارق كيال يعني شخصيه يعني اداريه كبيره جدا، يعني سواء مع المنتخب ولا مع الاهلي ما حد يختلف عليه، لكن علاج الاهلي مو في اشخاص. قلناها هنا، الاهلي مشكلته متعلق في اشخاص، متعلق شوف. وهذا سبب جلب جروس، متعلق بالاشخاص. ما في عمل، ما في فكر مستمر. لا شوف، يبغون بس جروس هو اللي بيجيب لهم البطوله. انت الان تطالب كذا، كيال هو اللي بيضبط لي بس. لا انا اقول لك مثلا، خليني اقول وسط لا عفوا إيه انت عشان ما تمر وسط الموسم في هالاشكاليه وهالضغوط تحتاج رجل خبير، تحتاج رجل خبير مثل طارق كيال. اذا في بديل ما عندهم عمل اداري، ما عندهم منهج اداري، الرئيس مختلف مع المشرف، ما يمكن تنحل المشكله هذه. ولا يمكن طارق كيال يجي ايضا في هالمنظومه، دام في مشرف ورئيس ما يجي طارق كيال. طارق كيال ترى يعني معليش يعني انا اعتبره ما هو مدير كره عادي. طارق كيال انت لازم تعطيه الفريق كامل طبيعي. هذا ما راح يرجع طارق. ليش انا اطالب طارق كيال؟ لان اول ما بيقعد معاه طبعا اتمنى ان الرمز كان موجود اللي يسمعه يقول لك انا اعطيني الصلاحيه. مشرف يختلف مع رئيس، مع رئيس خلاص. اصلا انا ما ابغى مشرف، ابغى المشرف طارق كيال واعطيه صلاحيات كامله. يا رئيس يعني قلنا اوكي، قلنا الان الحل انه رحيل الامير منصور مشعل وراجع طارق كيال.